بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يوم الفرقان، اليوم يوم النصر الكبير الذي حققه المسلمون بتسديد الله وتأييده على عدو يزيدهم بأضعاف مضاعفة في العدد والعدة، ولكن كان الإيمان هو الذي يلعب دوره في المعركة، والتقوى والصبر وشروط النصر. ولهذا القرآن حينما انتصر المسلمون في هذا اليوم، طبعا هناك إيجابيات كبيرة، دروس كبيرة للنصر، وهناك سلبيات للنصر. نتحدث عن السلبيات التي ولدها النصر في معركة بدر، وهذا ما حصده المسلمون بعد ذلك في معركة أحد، لأن تولدت أفكار خاطئة لديهم وتصورات خاطئة من أنهم دائما ينبغي أن ينتصروا مهما كانت الظروف ومهما كانت الإمكانات ومهما كانت النفوس والقلوب. طبعا هذا ما سنتحدث عنه في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى. في هذا اليوم انتصر المسلمون في معركة بدر، ومع الإيجابيات الكبيرة لهذا النصر وما حققه للمسلمين من ثقة بأنفسهم، من انتصار حاسم على عدوهم، من إيجابيات، من اطمئنان، من كذا وكذا، كثير من الدروس حققها هذا النصر الإلهي الرباني في معركة بدر، ولكنه ولد سلبيات. شوف دائما القرآن الكريم لا ينظر إلى الأمور نظرة من جهة واحدة، حتى في الانتصارات يسجل دروس. ماذا؟ دروس الانكسارات، وإن كانت في بداية المعركة أو في نهاية المعركة. المسلمون حينما انتصروا في معركة بدر الكبرى في مثل هذا اليوم، حسب بعضهم حسابا خاطئا، وهو شنو؟ وهو أنهم دائما في نصر، حتى لو لم يوفر الشروط دائما في نصر. وبعضهم غاب عنه سنة من أكبر سنن التاريخ في الانتصار والهزيمة، وهي سنة تداول الأيام. فالقرآن الكريم أرجع هؤلاء المسلمين، أرجعهم إلى واقعهم، وعلمهم سنة من سنن التاريخ حينما انهزموا في معركة أحد. ولهذا حينما انهزم المسلمون في معركة أحد تعجبوا، أخذ بعضهم يسأل بعضا وهم هاربون، بعضهم يسأل بعضا أن هذا شنو يعني أن هذا؟ يعني من أين جاءتنا هذه الهزيمة؟ نحن في بدر انتصرنا وكان العدد أقل من هذا بكثير، والآن الحمد لله عندنا عدد وعدة، فلماذا؟ من أين جاءتنا هذه الهزيمة؟ شوف الآية المباركة، الآية 65 بعد 100 و66 بعد 100 تعطي لنا لقطة رائعة في مشهد في معركة أحد. المسلمون يهربون، يتخلون عن لقاء العدو. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، شوف هنا تداول الأيام، أصبتم مثليها وين؟ في بدر. أولما أصابتكم مصيبة في أحد قد أصبتم مثليها، في بدر يعني، قلتم أن هذا،
شوف أن هذا يعني سؤال، هذا طبعا سؤال محير، سؤال تشكيكي، ربما سؤال تعجبي، ربما سؤال استنكاري، أن هذا من أين جاءتنا هذه الهزيمة ونحن مسلمون وبين ظهرانينا الرسول المعصوم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وقد انتصرنا في معركة بدر ونحن قلة ونحن أذلة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني أذلة مو في النفوس، أذلة في السلاح في العدد في العدة، أذلة هذا معنى أذلة، مو وأنتم أذلة يعني في نفوسكم، لا وأنتم أذلة يعني تملكون الإمكانات الضعيفة القليلة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. جواب حاسم وصارم، لماذا؟ حتى لا تنتقل الهزيمة من ميدان المعركة إلى ميدان القلب والنفس. أصعب شيء وأخطر شيء في المعارك أن تنتقل الهزيمة من ميدان المعركة إلى ميدان النفس والنفوس والقلوب، هذه الهزيمة الحقيقية. حينما تنتقل الهزيمة من ميدان المعركة إلى ميدان القلب، هنا يحقق العدو كل أهدافه. مقولة رائعة، يقول المغلوب مولع أبدا بتقليد الغالب حتى في مأكله وملبسه، حتى في مأكله وملبسه. المغلوب دائما يشعر بالانكسار ويشعر بالانبهار بالذي انتصر عليه، ولهذا يتخلى عن مبادئه، يتخلى عن عاداته تقاليده عن مفاهيمه عن قيادته، ويتصور ويحسب أن الذي انتصر عليه أفضل منه، هذا يصير انبهار ويصير التبعية للاستعمار. لماذا التبعية تأتي في العالم الإسلامي؟ جاء التبعية، وهذا هذه لأن الهزيمة انتقلت إلى القلوب والنفوس، فشككنا بالمنهج الذي نتبناه، فقلنا أن الآخر منهجه أفضل من منهجنا، قيادته أفضل من قيادتنا، أسلوبه أفضل من أسلوبنا، دستوره أفضل من دستورنا، رسالته أفضل من رسالتنا، ولهذا انتصر علينا. القرآن مباشرة يقول قل هو من عند أنفسكم، أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. هزيمتكم في أحد ليست خللا في قدرة الله عز وجل، ليست ضعفا في قدرة الله عز وجل، بالعكس هزيمتكم تمثل القدرة الإلهية والسنة الربانية في النصر والهزيمة. إن الله على كل شيء قدير، وما أصابكم يوم التقى الجمعان يعني في أحد فبإذن الله، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. شنو يعني بإذن الله؟ يعني بسنن الله، يعني بقوانين الله في حركة التاريخ. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن لم تنصروا الله لم ينصركم. إذن سنة فيها منطوق فيها ومفهوم. المنطوق إن تنصروا الله ينصركم، المفهوم شنو؟ الانتفاع عند الانتفاع، هذا المفهوم الأصولي طبعا. المفهوم الأصولي تعريفه شنو؟ الانتفاع عند الانتفاع، يعني انتفاع الجزاء عند انتفاء الشرط. إن تنصروا الله ينصركم، هذا منطوق، إن لم تنصروا الله لم ينصركم، هذا هو المفهوم. فإذا هو بإذن الله يعني بالسنن التي وضعها الله عز وجل في حركة التاريخ، التي الحاكمة على حركة التاريخ، الحاكمة على الانتصار والهزيمة. هناك سنن، هناك ضوابط، لا يأتي النصر اعتباطا، وإنما النصر تابع لقوانين. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، بعد وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا
وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، أما في سبيل الله أو ادفعوا، ادفعوا عن أرضكم عن عرضكم، مو مشكلة سبيل، في سبيل الله ما عندك إيمان أنت تقاتل في سبيل الله، على الأقل ادفع عن عرضك، ادفع عن كرامتك، ادفع عن أهلك، عن وطنك، عن أرضك، عن بلدك. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هذا عذر طبعا، لو نعلم قتالا، مع الأسف احنا ما ندري، عبالنا وحسبالنا ولبالنا، هاي عبالي وحسبالي ولبالي، هذا عذر طبعا، هذا عذر. ولهذا دروس الهزيمة قد تكون أكبر من دروس النصر. قلنا أن دروس الهزيمة قد تكون أكبر من دروس النصر. والقرآن الكريم كما رأينا يربينا، كما يربينا على الانتصار ودروس الانتصار، يربينا كذلك على دروس الانكسار وعلى حالات الانكسار، لنستفيد منها التجربة. أكبر سنة تعلمها المسلمون في انكسارهم في معركة أحد هي سنة تداول الأيام، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ما معنى نداولها؟ يعني الأيام دول، ليست فقط للمسلمين، قد يكون النصر للمسلمين وقد يكون في معركة أخرى لأعدائهم. النصر ليس حليف دائما للمسلمين، حتى لو كان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله هو القائد وهو الرائد وهو قائد المعركة. تداول الأيام فهمها المسلمون من معركة أحد ومعركة بدر، هذا التداول. النصر متداول، الأيام متداولة، لا تختص بجهة دون جهة، وإنما النصر يعرف شروط. ولهذا القرآن عبر بالناس هنا تعبير جدا دقيق يلتفت إليه المرجع الشهيد محمد باقر الصدر في سنن التأريخ، في آخر محاضراته في الحوزة العلمية في سنن التأريخ، يلتفت إلى كلمة الناس في هذه الآية المباركة، الآية 40، الآية 40 بعد 140. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، يعني إن يمسسكم قرح في أحد فقد مس القوم قرح مثله في بدر، لأن في بدر 70 قتيل من المشركين و70 أسير، بينما في أحد 70 قتيل من المسلمين. شوف هنا، فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. بين الناس، أنتم ناس، كما أن المشركين ناس أنتم كذلك ناس. السنن التاريخية لا تعرف، لا تجامل ولا تحابي، سنن صارمة. الذي يوفر شروط النصر ينتصر، والذي يتخلف عن شروط النصر ينهزم، حتى لو كان يعني اسمه مؤمن مسلم زين، موالي مثلا. السنن تعرف شروط، تعرف ضوابط. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. هنا درس للتداول، سنة التداول، أن النصر ليس حليف جهة، وإنما النصر تارة يقول يكون عند المسلمين حليف للمسلمين، وتارة يكون في جهة المشركين الأعداء، لأنهم قد وفروا الشروط.
فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. لماذا؟ هناك أربعة أو أربع حكم لتداول الأيام. حكم تداول الأيام يذكرها القرآن الكريم بمنتهى الروعة. هذه الحكم الأربعة أو الحكم الأربع يذكرها القرآن الكريم بأسلوب رائع وباختصار مفيد وجميل لنستفيد من دروس الهزيمة كما نستفيد من دروس النصر. وتلك الأيام نداولها بين الناس. أولا، وليعلم الله الذين آمنوا، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. هاي ثانيا، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذه أربعة أهداف أساسية ومقاصد أساسية لتداول الأيام. أولا، وليعلم الله. هنا لفتة رائعة يلتفت إليها العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه في تفسير الميزان، يقول وليعلم الله. هنا جاءت الواو عاطفة، يعني فتشي غريب، يعني المفروض السياق العادي وتلك الأيام نداولها بين الناس ليعلم الله وليس وليعلم الله. إذن هناك شيء محذوف. يقول العلامة الطباطبائي كأن لتداول الأيام حكم كثيرة غير هذه الأربعة، يعني وتلك الأيام نداولها بين الناس لكذا وكذا وكذا وليعلم الله. كأنه القرآن ذكر أربعة حكم ممكن أن تفهم وتستوعب من قبل المسلمين ومن قبل البشر، ولا أكو حكم غيبية ربما غير هذه الحكم. الحكمة الأولى شنو؟ وليعلم الله الذين آمنوا. شنو هذا العلم؟ الله يعلم، الله علمه يعلم بالأمور قبل حدوثها وقبل وقوعها. ما معنى وليعلم الله الذين آمنوا؟ هذا العلم الفعلي، العلم الواقعي، يعني تحويل ما في القوة إلى ما في الفعل، يعني إظهار صبر المؤمنين وشجاعة المؤمنين. وليعلم الله الذين آمنوا يعني إظهار فعلا، تحويل ما في القوة إلى ما في الفعل. هذا العلم الحجة، وإلا العلم الإلهي إذا بدون فعل تحويل إلى فعل ما يصير حجة علينا. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. شهداء يعني قادة، يعني رادة. شوف في تداول الأيام هناك وعي كبير، هناك عزم كبير يتولد حينما نخوض معارك بين الهزيمة وبين الانكسار والانتصار، بين الهزيمة والنصر، وراح يصير هناك وعي للحرب وللتجربة وللسنن التاريخية. فهناك سيكون شهداء، يعني قادة رادة، وإن كان بعضهم فسر الشهداء بالقتلى في سبيل الله، لأن خصوصا السياق معركة أحد فيها 70 قتيل، يعني كأنه بعضهم قال يتخذ منكم ويتخذ منكم شهداء يعني قتلى. ولكن ربما كلمة شهداء في القرآن الكريم بمعنى القادة، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ويتخذ منكم شهداء يعني قادة رادة في تداول الأيام يصنع الرجال. في تقلب الأحوال علم جواهر الرجال، كما يقول الإمام علي في نهج البلاغة، في تقلب الأحوال علم جواهر الرجال، كوامن جواهر الرجال في تقلب الأحوال. هذا إذن الثانيا، ويتخذ منكم شهداء. ثالثا، وليمحص الله الذين آمنوا. هناك تمحيص فردي، التمحيص شنو التمحيص؟ التمحيص إزالة الشوائب من الشيء، إزالة الشوائب، والمحق إزالة الشيء تدريجيا، ويمحق الكافرين. فالتمحيص يختلف عن المحق، التمحيص إزالة الشوائب من الشيء. وليمحص الله الذين آمنوا يعني يزيل نقاط الضعف في نفوس المؤمنين لتتحول إلى نقاط قوة، وفي صفوف المؤمنين
هناك تمحيص في النفوس وتمحيص في الصفوف. في الصفوف يسقط الضعيف، ضعيف الإيمان، المنافق، الذي ما يصبر، الجازع، ما متماسك إيمانيا، هنا يسقط في تداول الأيام. وهناك تمحيص في النفوس. شو نعرف النفوس؟ يعني تتحول نقاط القوة الضعف إلى نقاط قوة، يستفيد الإنسان من التجربة. فإذا تمحيص في الصفوف، يتساقط المنافقون والضعفاء الإيمان ويبقى المؤمنون الممحصون، ويمحق الكافرين. كذلك هناك محق فردي ومحق جماعي. المحق الجماعي إزالة نقاط القوة من الكافرين، من العدو، ليتحول إلى نقاط في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وفي كذلك في الصفوف، المحق في الصفوف يعني إزالة العدو تدريجيا بحيث يضعف شيئا فشيئا. إذن الأيام متداولة، وهذا أكبر درس لتداول الأيام من أجل أن تحقيق هذه الحكم الأربعة في ساحة المعركة في دروس النصر والهزيمة. خلاصة ما نريد أن نصل إليه في هذه الحلقة القرآنية، ونحن نعيش كما قلنا يعني انتصارات بدر المباركة وما خلفته من إيجابيات ومن سلبيات، هذا الدرس سنة التداول. طبعا هذه سنة حاكمة في حركة التاريخ، والقرآن الكريم يعتبر المسلمين ناس كما الكافرين ناس، ولهذا عليهم أن يوفروا الشروط، شروط النصر، ويتجنبوا الهزيمة من خلال فعلهم. طبعا شروط النصر الوحدة، يعني الاتحاد، الصبر، المصابرة، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. شروط النصر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. شروط النصر يعني متعددة، يمكن أن تجمع بأن تنصروا الله، أن تنصروا الله. كل شروط النصر وضعتها هذه السنة التاريخية القرآنية، أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تنصر الله بالإيمان، تنصر الله بالتقوى، تنصر الله بالوحدة، تنصر الله بعدم التنازع، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تنصر الله بطاعة القيادة، بطاعة الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.